ترأس وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي الاجتماع الخاص باعتماد الميزانية المتعلقة بالتغطية الإعلامية للطاولة المستديرة لحشد الموارد المالية بهدف تمويل الخطة الوطنية للتنمية، حيث حضر هذا الاجتماع وزيرة الطيران المدني وأميني الدولة في الاقتصاد والمالية والمانحين والشركاء الفنيين. تقرير محمد حسن آدم. في إطار الاستعداد لتنظيم الطاولة المستديرة لحشد الموارد المالية الخاصة بتمويل الخطة الوطنية للتنمية والتي تمهد الطريق لبلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030، جاء هذا اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة التنظيمية للطاولة المستديرة والتي ستستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في الفترة ما بين 7 وحتى 8 من سبتمبر القادم. وتمحور اللقاء حول الاستراتيجية الخاصة بالتغطية الإعلامية ومشاركة وسائل الإعلام الوطنية والدولية، لا سيما قناة الجزيرة والعربية وفرانس 24 وسينن الأمريكية، فضلا عن الإذاعات والصحف المقروءة. كما تخللت المناسبة عدة مداخلات واستفسارات حول الميزانية الخاصة بالدعاية والتغطية الإعلامية لهذا الحدث التاريخي. اليوم ده لمينا مع كوميتي دورغانيزاسيون pour examiner budget en table ronde, budget en communication, budget en mission, ou stratégie à retour gab nam suvi Paris. Achan hasa aliyom da chadda dar al kabir ou nas katirin dore yeju yakadu mana fi darna ya wuna fi ekonomi agina. Donc teju ti investir. ونشير إلى أن اللجنة التنظيمية للطاولة المستديرة تضم بعض من القطاعات الوزارية والشركاء الفنيين والمانحين وبعض من الشخصيات المرجعية.